السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المسألة رقم 21 من مشروع اويلر، فيلا بينا. تمام، فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان في حاجة اسمها اميكابل نمبرز. اميكابل نمبرز ديت عبارة عن ايه؟ بيقول لك لو انت مثلا عندك رقم شبه رقم 220 ده، تمام، وجيت جبت المعاملات بتاعته، بس المعاملات لازم تكون اقل من الرقم ذات نفسه، تمام؟ فهو هيظهر لك المعاملات ديت لحد رقم 110، تمام؟ فبعد كده لو انت جيت بقى جمعت المعاملات دي هيطلع لك رقم كام؟ هيطلع لك رقم 284. طيب ايه رأيك لو انت خدت الرقم 284 ده وعملت معاه نفس اللي عملته مع رقم 220؟ فايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك رقم 220 دي تاني، تمام؟ فكده هتلاحظ ان جمع المعاملات بتاع الرقم 220 بيساوي 284، وجمع المعاملات بتاع الرقم 284 بيساوي الرقم 220. فطالما الاثنين كده بيساووا بعض، فكده احنا ممكن نقول عليهم ان هما الاثنين دولت عباره عن امبيكابل نمبر، تمام كده؟ طب هو طالب مننا في المساله ايه؟ احسب لي مجموع الارقام اللي هي الامبيكابل نمبر، تمام، لحد رقم 10000، تمام كده؟ طب تعالى نشوف هنحسب الكلام ده ازاي. اول حاجه احنا عايزين نحسب المعاملات او الارقام اللي بيقبل الاسم عليها الرقم، تمام؟ فاول رقم احنا المفروض نبدا نحسب عنده اللي هو اول معامل نبدا نحسب عنده اللي هو رقم 2، تمام؟ رقم 1 طبعا معانا انا، عشان كده كتبت التوتال. التوتال دي اللي هو مجموع العوامل، تمام. اول حاجه اول رقم معانا هيبقى رقم 1، دي اوتوماتيك على طبعا. القاعده دي احنا استخدمناها في فيديوهات كتير جدا، تمام. الفكره فيها يعني ايه؟ ان انت لو عايز لو عندك عدد معين وعايز تجيب المعاملات بتاعته، فانت مش مضطر ان انت تبحث من اول رقم 1 لحد العدد ده، لا، انت ممكن تبحث من اول رقم 2، تمام، لحد الرقم لحد الجذر التربيعي للرقم ده، عشان طبعا رقم 1 احنا مش هنبحث من رقم 1، واحد معانا دايما، تمام. فانت بتبحث من اول رقم 2 لحد الجذر التربيعي للرقم ده، تمام، وهو ده اللي احنا عملناه. فاحنا هنشوف بقى الرقم اللي عندنا لو بيقبل اسم على المعامل ده، فخلاص التوتال ده هنضيف عليها المعامل، وبعد كده الاذر ده اللي هو الرقم اللي بيقبل الرقم الثاني الموافق للمعامل ده. يعني ايه؟ يعني مثلا رقم شبه رقم 6، تمام، الستة بيقبل اسم على الكام؟ بيقبل اسم على الاثنين، تمام. طيب احنا بقى دلوقتي احنا عرفنا ان الاثنين دلوقتي معامل من المعاملات بتاعتنا، فاحنا لو احنا جينا خدنا الستة وقسمناها على الاثنين هيديك 3، فيبقى كده الاثنين والتلاتة دولت معاملات للست، فالاذر ده هيبقى رقم 3، تمام كده؟ تمام. فاحنا هنشوف بقى لو الاذر ده كان اكبر من الفاكتور اللي عندنا او اكبر من رقم 2 في حالتنا مثلا، فخلاص هنضيف التوتال، هنضيف عليها الاذر ده، تمام كده؟ تمام. طب وليه احنا استخدمنا ديت؟ عشان لما تيجي مثلا تحسبه عند رقم 3، بقى الاف دلوقتي برقم 3، تمام، والاذر المفروض هيطلع برقم 2، فالمفروض رقم 2 احنا حسبناه قبل كده او جمعناه على الجمع بتاعنا قبل كده، فما نضيفهوش مرتين بقى. فاحنا هنتاكد الاول ان الاذر ده لازم يكون اكبر من الفاكتور اللي عندنا عشان نكون ضامنين ان احنا جمعناه قبل كده وما نجمعهوش تاني، تمام كده؟ تمام. وبعد كده هنزود على الفاكتور واحد بقى عشان نجيب الرقم اللي بعده، ونفضل شغالين هكذا. كان رجع بقى مجموع المعاملات اللي عندنا، تمام. فهو دي الداله دي اللي بتعمله، تمام كده. طيب تعالى بقى نخش على الداله اللي بعدها اللي هيبقى فيها الشغل. اول حاجه احنا طبعا الليميت بتاعنا هو طالب لحد كام؟ لحد رقم 10000، تمام. فانا حطيت الليميت هنا 10000، وكمان سمحنا ان احنا اللي انت ممكن تحط اي ليميت انت عايزه، تمام. طيب بعد كده الريزلت دي اللي هو مين؟ اللي هو مجموع الامبيكابل نمبرز، تمام. فهنقول له فور ان رينج من 2 لحد الليميت، تمام. طبعا لو انت حتى حطيتها لو شلت ديت مش هتفرق برضك. طب ليه؟ عشان احنا حاطين هنا قاعده قلنا لو النمبر كان اقل من الاثنين هنحط صفر، هنرجع صفر، تمام، عشان طبعا الامبيكابل نمبر بتاع رقم 1 هو 1 وبعد كده هيفضل شغال كده فمالهاش لازمه، تمام. فرجع له صفر برضك عشان ما ياثرش في الاعداد اللي عندنا، تمام. وكمان هو قال لك قاعده كمان هنا، في قاعده هنا مهمه برضك، قال لك ايه؟ قال لك ان لازم ان ال A لا يساوي ال B، يعني المفروض لما تجيب ال D A لا بيساوي B، مش لازم ان ال A لازم يكون ان ال A ما بيساويش ال B، فدي مهمة جدا، تمام. طيب فاحنا اول حاجة هنعمل ايه؟ هنشوف النمبر اللي عندنا وبعد كده نحسب له ال D N، تمام، اهو D N، تمام. وبعد كده نشوف لو ال D N بيساوي ال N، شبه ما هو ما قال لك هنا كده، هو قال لك المفروض ان ال A لا يساوي ال B، تمام، يبقى هنا المفروض ان ال D N لا يساوي ال N، تمام. فلو حصل كده هنعمل كونتينيو، يعني ما تكملش وارجع وهات الرقم اللي بعده، تمام. ونفس الكلام عندي هنا، هنقول له دي دي ان ماشي بيساوي دي لدي ان، تمام. فنشوف هنا ايه لو بردك حصل نفس الكلام ده يبقى خلاص مش هنكمل، تمام. اخر حاجه بقى ايه؟ هنشوف بقى لو كانت دي دي ان بيساوي الان، هنضيف الان على الريزلت، تمام كده. طيب ايه دي دي ان دي اللي هو يعني مثلا هنا الرقم مثلا اهو مثلا ان هنا كانت 220، فيبقى دي ان دي ان هيساوي كام؟ هيساوي 284، تمام. وبعد كده لما نيجي نقول له دي دي ان
هتساوي كام؟ هيبقى الدي 284، هيديك كام؟ هيديك الدي دي ان اللي هو كام؟ 220، تمام كده؟ فالمفروض احنا هنشوف هنا لو لقينا ان الرقم اللي هو الدي دي ان المفروض يبقى 220 بيساوي الرقم الاصلي اللي هو كان 220، يبقى كده خلاص فعلا الرقم ده صح، ونضيف عليه الرقم مين اللي هو الامبيكابل نمبر اللي هو عندنا اللي هو 220. طب زمانك انت بتقول طب ما تضيف عليه كمان بالمره اللي هو الدي دي ان بالمره بقى، ما احنا حسبناه. لا ما تضيفوش عليه، ليه؟ عشان الدي دي ان احنا لما نيجي نكمل في بقيه اللوب هنا هيقابلنا. يعني احنا تعالى بص كده، احنا دلوقتي عند رقم كام؟ عند رقم 220، تمام؟ فالمفروض احنا هنفضل مكملين في اللوب، نفضل شغالين لحد ما يقابلنا رقم كام؟ 284. فلو احنا كنا جامعين الرقم 284 ده قبل كده، فاحنا هنجي له تاني وهنحسبه تاني، وبالتالي هنضيف الرقمين الاثنين دولت تاني، تمام؟ الرقم اللي هو 284 ده ورقم 220 هنضيفهم كمان مره، فكده احنا جمعناهم مرتين، فكده غلط، تمام؟ فاحنا عشان كده هنضيف بس الرقم اللي هو مين؟ اول رقم بس، تمام؟ عشان احنا عارفين ان الرقم التاني لما نكمل في اللوب بتاعتنا هنقابله وهنضيفه، تمام كده؟ فدي الفكره كلها. فعشان بس ايه ما يحصلش خطا ونجمع الحاجه اكتر من مره، فدي ادي كده الريزلت بتاعتنا، تمام؟ وبعد كده نعمل مين؟ ريتن الريزلت، بس كده. فتعالى كده نعمل ران الكود ونشوفه. بسم الله، في ثانيه الحمد لله خد 350 مللي ثانيه، تمام؟ فتعالى كده نعمل كوبي، الحمد لله تمام كده الحل صح، والحمد لله المساله اتحلت، يعني مساله جميله جدا، تمام؟ ما فيهاش حاجه الحمد لله، يعني فكرتها بسيطه خالص. انا عارف انت ممكن تكون متلخبط مثلا من الرموز والحاجات الغريبه دي، بس صدقني لما تقرا الكود ان شاء الله، ويعني هات ورقه وقلم كده واكتبهم، هتلاقي ان شاء الله فهمته، تمام كده؟ فمساله بسيطه خالص، ويعني وحتى الداله اللي فوق ديت احنا استخدمناها كتير قبل كده. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.